هذا انت؟ اللي مين جاي تخطف هالمرة؟ أرزو راحت، اجت اليوم الصبح لمت كل اغراضها وراح. إذا مو مصدق شو؟ هاي خزانتها، جمعت كل اغراضها ومشيت من هون. شو ما ارتاح بالها؟ مو مصدق؟ ما صدق. إذا تركت معكم شي بخصة عطوني إياه هلا. لا، ما إلا غير هدول. في حدا بيعرف وينه؟ لا. أنا راح أرجع بكرة. برأيي لا تعذب حالك، لهون ما رح ترجع. بعد اللي ساويته رح تأمن تشتغل هون؟ هي بتحب المصاري وفهمك كفاية يا عيني. طلعت. مش بدني لحظة انا عم حين كأنك زودت الجرعة، يا خوفي تموت بين ايدينا ونبتلي فيها. لا تاكل هم، هذا شغلي، خليني ناديلهم اذا كنت جاهز. وانا كمان ما كان عندي علم لفترة طويلة، وما دريت غير وقت اللي مهند ساوى هذاك المؤتمر. كأنه عم يحاولوا يخلوك برا؟ لو كنت برا ما وصلت للمنصب تبعي. الوحيد اللي ما كان بده يخبرني هو بدر. انت وبدر كأنه ما كتير اصحاب. عادي. واضح واضح. مو صعب يفهم الواحد هالشي لما بيشوفكم مجتمعين. حسيت في بيناتكم شي مو عادي. هي وجهة نظري. اللي خلاني يتعشى معك؟ لا، بس بجد تشوش فكري بعد اللي صار، وما حسيت فيني احكي مع حدا غيرك بهالموضوع. انت على نفس المسافة مع الكل؟ قريب لبانا وبعيد عن العيلة. في شي بخصوص بدر؟ يعني شو اللي ممكن يدفعه لحتى يفكر يقتل عمر؟ وإذا كان فعلاً عامل هيك، كل التوازنات رح تتغير بالشركة. ميلدا، أنا فهمانة وين بدك توصلي، بس برأيي مستحيل. وعمر ببساطة ما عنده أي دليل يقدمه. انسي. وإذا كان في عنده شاهد؟ كيف؟ بدر بهديك الليلة وقت التقينا بذكر إني لمحت على كم قميصه اليمين بقعد زيت كبيرة وكتير واضحة. زيت محرك أو شي بخص السيارات، هيك بتذكر. بس هذا الحكي مانو إثبات. هالشي ممكن يقوي الادعاء. ما بظن. بدر؟ مو معقول، ما بصدق هيك شي أبدا. وأكيد القصة صدفة. العشاء جاهز. ما بدك تاكل؟ عم قول لحالي يا ريت لو عندي القوة أو كنت بملك عصاية سحرية. تخريف مو هيك؟ يا ريت بس لو بقدر أرجع الزمن لورا. كنت ما رح أقدر أتأفف من كل المشاكل الصغيرة. يا ريت أقدر أرجع سنة لورا بس.
وليش بدك هالشي؟ أبي كان عايش ومؤيد ما كان دخل بحياتنا كل هالقد، وما كان في بلوي اسمه عمر مثلا، وبانا كانت رايقة ومبسوطة، وأنا مو حاسس بالتعب، كنت مرتاح. وأنت حتى لو رجع الزمن أبوك ما بيرجع، وبدون معجزات وسحر فيك تغير كتير شغلات بحياتك. كل شي فيه يرجع سنة لورا، حتى نحن فينا نتراجع عن غلطنا. جيبولي الأكل لهون، بدي أشتغل، وسكري الباب وراكي بس تطلعي. فيروز؟ أوف، موتني من الرعبة. وانت خوفتيني، كيف دخلتي؟ وقت كنت بالمشفى أخذت المفاتيح من عيشة خانم وعملت نسخة لحالي مشان إذا لزمني شي واضطريت إجي. منيح ما ضربتني بهاي. وليش ما شغلتي الضوء؟ ما بعرف، قلت بتكون نايم وبيجوز فيقك إذا شغلته. بعدين أنت ليش خايف كل هالقد؟ مين بده يجي غيري على البيت؟ يلي بدهم يقتلوني كتار.